شوية أسئلة نعم. ناخد شوية من الأسئلة كتير جدا على هاشتاج سعد سمير مع حارس النادي الأهلي. يلا بينا. عفاف المغازي، عايزين حلقة كوميدي بقى يا سعد. خلينا في قصة الكوميدي، لأنه دايما الناس بتبقى فرحانة بخفة دمك، فرحانة بإطلالتك على الشاشة. يعني أتصور إن ده برضو من الحاجات اللي عملت ألفة ومحبة بينك بين الجماهير بشكل عام وبين الجمهور الاهلي، خاصه انك لاعب راجل في الملعب ولاعب جد في الملعب. لكنه احكي لي، خفه الدم دي متوارثه عندكم في العيله؟ لا بجد والله. اكيد، ما هو اصل لها اصل. لا اصل محدش بيمشي يقول انا دم خفيف. لا لا، ما هو من احنا سي عفاف ممكن تكون متضايقه بس شويه ولا حاجه. لا والله، لا بجد، هي كل الناس بتحب تتفرج عليك لانك دمك خفيف ولذيذ. والله كابتن، ما هو بيبقى في عيله كده دمها خفيف. يعني هي فعلا دي حقيقه. يعني ابوك صاحب قفشه مثلا، العيله كلها مش قفشه اللعيب. لا دي حلوه دي. تمشي. ايوه. لا هي طبعا انت دايما بتحاول تعمل. انت اصلا منين يا سعد؟ انا من بنها اساسا. بنها. من بنها، من قريه اسمها جمجره الجديده. من محافظه العلوبيه يعني. حلو. بس متربي في التجمع من صغري. صدقش والله العظيم، ده انا بصدق يا جماعه. لا التجمع، ايه اللي جاب التجمع على بنها؟ هتهزر؟ انا عشت في التجمع من صغري وفي مدارس لغات كلها والحمد لله لحد ما وصلت للجامعه الامريكيه يعني. المهم. مش مصدق ولا يا كابتن؟ مصدق ايه؟ لا انا مصروف عليا. مصروف ايه؟ مش مصطفى بس ولا تيكو اللي مصروف عليهم. انت مدرسه ابتدائيه زي حالاتي. تلبس مرياله. الحقيقه مدرسه الجمجره الابتدائيه. ايوه كده، ايوه ارجع للاصل كده. كنت في كتاب الشيخ طه. انا اعترف يعني بكل حاجه. قول. لا هو طبعا انت بتحاول تعمل بطبيعتك. الكوره كلها ضغوط، ففي بعض الاوقات اللي بنحس ان انت يعني مضغوطين، بنحاول نفك، بنهزر كده. لكن وبعدين الجيل القديم كان كله دمهم خفيف وبيحبوا يهزروا، فده فرق معانا. بركات واحمد السيد والمجموعه وعاشور، المجموعه اللي كانت موجوده في الفريق الاول في الفتره دي بصراحه كانوا. وطبعا احنا بقى طلعنا عفروتو والجيل بتاعنا برضو. طب اصبر بقى، طالما قلت سيره عفروتو، وده عفروتو يعني ده اسم على مسمى. عمري ما هنسى الفيديو بتاع يوم مروان حبيبي ده، كان معمول لي برنامج انا مخصوص. تعال نشوف هو بقى مع بركات كمان. مصيبه سودة وعفروتو عسل، يلا نشوف. هو الشرقاوي بعت لنا فان دام ولا ايه؟ لسه جاي من الجيم. مساء الخير يا وحش. مساء النور يا وحش. انت مالك منفوخ علينا كده ليه؟ لسه جاي من الجيم قلت لك. جبت البضاعه؟ كله امان يا وحش. كلمه سر ايه؟ يوم ورا يوم حبيبي، مجاني نوم حبيبي. انا عمري ما اظن ده من احلى احلى المشاهد اللي اتصورت. ده كان احتفاليه الدوري ال 35. ايوه، حتى احنا لابسين تيشيرت ال 35، فكان احتفاليه الدوري. وانت عارف الكابتن حسام البدري كان موجود، بيحب الضحك والهزار دايما. قوي 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 قوي. ما وقعناش في غلط. انا ما قلتش حاجه. عشان بيتفرج انا ما قلتش حاجه يا كابتن. بقول لك الكابتن حسام بيحب الضحك والهزار، انا قلت ايه؟ انت نيتك. فكان لازم نضحك. كان لازم نضحك شويه. بس الاوضه اللعيبه اللي قاعده والجهاز مرعبين. ارجع يعني تاني وريني الصوره بس، حتى من غير جيلبرتو واحمد حسن وحماد النحاس. جيلبرتو بيضحك. يعني جيلبرتو بيضحك. لا انا بكلمك حجم النجوم الموجوده يا كابتن. ورينا الصوره بس. مرعبين يعني. بص بقى، يعني احمد حسن. لا استنى، ارجع ارجع شويه، ارجع شويه. تلاقي محمد يوسف اهو، سيد معوض ده في المكتب كمان. في المكتب اللي هو فوق حمام السباحه. في اوضه اللبس. اللي فوق حمام السباحه. وبعدين ادي احمد حسن وجيلبرتو. ادي جيلبرتو وسيد معوض. تعرف تفتح الصوره شويه؟ وبركات هنا وعماد النحاس. كابتن عم حفظ الالقاب طبعا. يعني طبعا دشبطه وحسين السيد سيبك منهم، خليك مع النجوم. قول لي مين صاحب الفكره، يعني فكره الفيديو اصلا اتعملت بسرعه واضح. احنا في الفتره دي كنا منتخب بالشباب. حلو. ومعسكرات طويله. ومع كابتن ربيع ياسين، وانت عارف الكابتن ربيع يعني برضو يعني حب الهزار والضحك. ايوه والله العظيم انت عايز هتودينا. لا لا، والحلقه دي ما هتخلص على لا خير. لا لا خالص والله. وجاي سعد جاي يخلص علينا. لا 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 لا، انت جبتوا سعد ليه؟ انا قلت مش عايز، قلت مش عايز. لا لا، فكان لا لا لا. معسكرات طويله، فكان لازم أيوه. نخرج من حاله يعني مين اللي كان بيفكر في الافيهات، انت ولا انا وعفروتو؟ انت وعفروتو. بس عفروتو كان بينسى دايما. بتهزر؟ والله. يعني نتفق على حاجه فيقول حاجه تانية خالص بجد. فكانت بتمشي بقى. فكانت بنتفرج طبعا على الافلام، وكنا بنحب بقى الافلام القديمه. كان فيلم فول السن العظيم. فول السن العظيم بتاع هنيدي من اجمل الافلام. وبعدين عفروتو كان شبهه،
شبه وهو كان اسمه عفروتو على اسم المسرحيه، كان الكابتن بدر رجب اللي مسميه. والله اه ده بدر ده مصيبه. ما سابش حد ما سماه. لا لا ما سابش حد اللي مسماه فعلا. كان عايز انا سامي. كنت معاه في النادي قريب ووراني بقى اسامي جديده، محرز وكانتي بتهزر. والله مطلع اسامي جديده بجد والله. بس مسمي كانتي ابيض، مش عارف ليه ازاي كانتي ابيض. شوفوا اللي بيجري كتير زي فكابتن بدر رجب عينه في الحاجات دي. جميل. بس الحقيقه دايما انتوا عايشين في الاجواء الجميله دي. طبعا حلو. وهو ميزه في النادي يا كابتن قطاع الناشئين، انت بتحس ان النادي بيتك. الاهلي فيه ميزه بتحس ان هو بيتك، لان احنا كنا بنتمرن وطول الوقت قاعدين في النادي. يعني طول الوقت قاعدين في النادي، بناكل وبنشرب ونروح على النوم، وتاني يوم بنيجي التمرين وقاعدين في النادي طول اليوم. وانت كمان عشان تربيت مدارس اجنبيه من صغرك. كنت بحاول ما احتكش قوي. فحاولت ان انت ايه تتواضع يعني. يس اوف كورس طبعا. يس اوف كورس. طب تعالى نشوف الفيديو ده كمان، يلا بينا. طبعا. ده كوليبالي لما جه النادي الاهلي. بس كنت تديله دروس خاصه؟ لا ده هو اللي بيديني، هو كان بيعلمني حاجه عندهم في ال. بيعلمك ايه؟ انت اللي بتعلمه؟ لا لا هو اللي بيعلمني والله، هو اللي بيعلمني والله. كان بيشرح لي حاجه عندهم في السنغال او في مالي، فبس ما فهمتهاش برضه في الاخر. وخلص بدري بدري. كان لعيب طيب قوي على فكره، كان محترم جدا. الناس الطيبين. وجاب جون حلو قوي قبل ما يمشي على طول، قبل النادي الاهلي استغنى عنه، كان كارتيرون اللي جابه النادي الاهلي.